نبدأ بالاتفاق على الألفاظ. حينما نذكر كلمة الأوبجكت نحن نقصد شيء على شاشة العرض أو خلية على المبين الزمني أو منبر على الكاست. حينما نذكر شانل فنحن نقصد هذه الخلايا المحددة الآن. حينما نذكر كلمة سبرايت نحن نقصد الخلية المحددة الآن أو نقصد كل الخلية المحددة الآن أيضا. حينما نذكر كلمة هيد فنحن نقصد الخط الأحمر الذي يتحرك مع الماوس الآن، وهو يعبر عن الشاشة المعروضة حاليا. حينما نذكر رقم الفريم 20 مثلا فنحن نقصد هذا الفريم وهكذا. حينما نذكر الفيزابيليتي أو ظهور الخلية أو ظهور الشانل أو ظهور القناة فنحن نقصد المفتاح المجاور هذا. حينما نقصد طريقة العرض فنحن نقصد هذه القائمة المنسدلة، نحن نختار من هذه القائمة المنسدلة نوع العرض. حينما نذكر درجة الشفافية للأوبجكت المعروض فنحن نقصد هذه الخلية. حينما نذكر خامة الأوبجكت نحن نقصد هذه الخلية. عمل الماركر بالنقر مباشرة في هذا المكان وتسميته مباشرة. وحينما نذكر اسم الماركر أو عنوان الفريم نحن نقصد هذا المكان. مسح الماركر أو عنوان الفريم يأتي بسحب الماركر لأعلى وبالتالي نجده يمسح. حينما نذكر تكبير وتصغير خلايا العرض نحن نقصد هذه الخلية. وبالمناسبة يمكن استخدام المفتاح كنترول وزائد وكنترول وناقص للتكبير والتصغير. حينما نقصد دمج العرض الخاص بالسكور يمكن استخدام هذا المفتاح. حينما نرغب في الوصول إلى الهيد مباشرة نضغط هذا المفتاح. حينما نذكر الست قنوات الخاصة نحن نقصد هذه الخلايا. حينما نذكر الفريم نحن نقصد هذا المحدد حالياً.